من مسي عليكم من جديد، واهلا وسهلا فيكم من جديد. بدي ارجع اذكركم بسؤال كمان لليوم، اكيد رح يكون عليه جوائز قيمه. سؤال هو كم فيسبوك او كم فيسبوك في لرؤيا، او رؤيا كم من فيسبوك لها على موقع الفيسبوك طبعا، او كم صفحه فيسبوك لها. كمان اذا بتسمحوا لي بس دقيقه، انا حابه اعيد على اهلي، احكي لهم كل عام وانتم بالف خير اكيد لوالدي ولوالدتي، اكيد هم هلا عم بيحضروني، والله يخلي لي اياكم. مين والدي؟ بتسألوا الناس مين والدي؟ بس مين والدي؟ والدي هو زهير النوباني، ممثل الأردني. ممثل الأردني زهير النوباني. بس عليه ومنعيد عليه. منعيد عليه، احنا منعيد عليه إذا بتسمحي لنا كمان. طبعاً أكيد. منعيد عليه وعلى كل فنانينا الأردنيين، نتمنى تكون سنة يبدعوا فيها ويتألقوا. إن شاء الله يا رب، والله يعطيهم طولة العمر، وأكيد على كل إخواني وعلى كل عائلتي وعلى أهلكم كمان كلكم. شكراً. بعيد عليكم. هلا بدنا ننتقل طبعاً مع عبود مع آخر التوقعات لعام 2012. رح نتواصل معكم هلا لمده كثير طويله، فخليكم معنا. رح نستمر معكم بابراجكم بالتوقعات السياسيه وغيرها. اهلا وسهلا فيك عبود. اهلا، كيفك مايس؟ عبود متألق اليوم، شايفه كيف بس؟ وانت سالم، شو اخباركم؟ تمام، واحنا عم نستنى منك هلا، الكل عم بيستنى يشوف شو توقعات الابراج. رح تحكي لنا اشياء كثيره، توقعات سياسيه والابراج. واول ما نبلش بكتابك، بنحب نذكر انه كتاب عبود هلا موجود بالاسواق، كتاب عبود 2012. عبود، عم بتقول عنوان كتابك سنة تصفيه الحسابات، مزبوط. ليه هيك عم بتقول؟ يعني ليه هلا قبل ما نخش نخش هدوه هاي بالابراج، ندخل بالابراج. حاب اول شيء اعيد على اهلي، بقول لهم كل عام وانتم بخير، لاني انا مش معهم هلا. طبعا اهلي بفلسطين بقول لهم مساء الخير، بعيد عليهم بالناصره، وكمان اهلي هون بعمان، وكمان لاصحابي اللي هلا مجتمعين ببيت صديقي احمد ملحس، بنقول لهم مساء الخير، كل عام وانتم بخير، من عيسى حداد، رندا، كراتشي، نوران مصري، الكل المجموعة. ايه؟ نكرجهم كلهم؟ نعم؟ لا مش هنكرجهم كلهم، هم 20 واحد. 20 واحد بس خطة. هم كرجهم اذا 20 فكرت 50 لسه السهرة بأولها. هلا هم هلا بحضرونا يعني، فبنقول لهم مساء الخير أكيد. ف تو ولا وقعتوا؟ فبنقول لهم كل عام وهو بخير، وإن شاء الله سنة 2012 تكون أحسن من 2011، الكل تعب ب 2011 ولا لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ايش كنت تحكي يا رندا؟ في معنا تليفون من فلسطين. اوكي. لا. اوكي، معنا اتصال بعدين رح تبدا عبود. الو، صباح مساء الخير فلسطين. الو، مرحبا، كيف حالك؟ هلا مساء الخير، كيفكم؟ كل سنه وانت سالمه. وانت سالمه وانت سالمين ان شاء الله. محتفله معنا براس السنه ولا هلا رح تبدي تحتفلي؟ لا اكيد، انا متابعتكم من اول البرنامج. ممتاز. وبحكي لكم كل عام بخير ورؤيا بخير، وان شاء الله سنه مليئه بالنجاح لرؤيا، وبصراحه يعني رؤيا قناه ناجحه ومتابعينها دائما. احنا مبسوطين احنا بهالمتابعه اكيد، وجود هيك مشاهدين اوفياء زيكم فلسطين. بدها تشارك اكيد في المسابقه فلسطين. سؤال عند رندا، يلا. اوكي، فلسطين حابه تشاركي في المسابقه؟ اكيد. طيب بدك انت مسابقه، سؤال فوري تاخذ عليه الجائزه ولا يدخل اسمك بالسحب؟ لا فوري، جائزه فوريه. طيب شوفي، انا ححط اسمك اذا كان جاوبت جواب صح على السؤال الاول، راح ينحط اسمك في السحب عشان تدخلي في الجائزه الكبرى. لكن بالبدايه طبعا خليني اسالك السؤال هذا بالاول، اللي هو قديش، شو هو تردد قناه رؤيا الكامل؟ تردد قناة رؤية هذا عشان تقدر تدخلي بالسحب. 1 2 3 9 8. قديش؟ 1 2 3 9 8 9 8 فيرتيكال ولا هورزنتال؟ لا هورزنتال. فيرتيكال. اوكي خلص، اسمك رح يدخل بالسحب اكيد معانا. لكن هلا رح اسالك السؤال اللي بخص هاي الفقره، سؤالنا كم صفحه فيسبوك اللي سالته مايس قبل شوي، كم صفحه فيسبوك في عنا؟ واحنا يمكن حكينا، انا متابعة، حكينا انه اقل من 10 على ما اعتقد. 9 9 على ما اعتقد. اوكي برافو عليكي، فزتي معنا اكيد، فزتي معنا فلسطين مجوهرات بقيمه 250 دينار من ديفا، مقدمه من ديفا. خليكي معنا بعد ما اخلص معك على الهواء عشان تحطي اسمك بالكامل ورقم تليفونك ويتصلوا فيكي عشان يقولوا لك الاليه كيف تيجي عشان تستلمي الجائزه. اوكي، الف مبروك.
اوكي هلا رح نرجع لعبود. عبود عبود شو بدك تحكي لنا عن كتابك عيدت على اصحابك، وهلا بدنا نشوف ليش سميت كتابك سنه تصفيه الحسابات. هلا شوفي احكي لك شغله، هو اسم الكتاب دائما مهم انه يتسمى ايش يتسمى، فلازم تكون دبلوماسيه بالتسميه، يعني ما تكئب الناس وما تفرحيهم زياده عن اللازم، فخلي دائما الموضوع ايش مغمغم بين شيء ايجابي وبين شيء سلبي. فسنة تصفية الحسابات يعني هي سنة راح تكون مهمة 2012، انه بعد 2011 اللي صار فيها تغييرات واحداث وشغلات مهمة، 2012 بتيجي انه كل واحد راح يعبر بشغلته اللي مخبيها جواته، راح يعبر للشخص اللي قدامه. ف 2012 سنة تصفية الحسابات، يعني كل واحد بصفي حساباته مع الشخص اللي قدامه، اكان من دول اكان من اشخاص، يعني حتى لو انا وياك مثلا رندا بنجامل بعض اوكي. فالنتيجه اني انا بال 2012 رح احكي لك انا شو بتضايق منك او انا شو حاب مثلا فيك، عرفت علي؟ فكل شيء ببان، او زي ما بقول ببان المستور. ف 2012 هي سنه تصفيه الحسابات، يعني كل شيء بتصفى وببان للواقع. طيب عبود، يعني انا بهمني اعرف عنا محليا شو بصير، لانه يعني بتعرف في ظل الثورات العربيه اللي صارت في الدول العربيه، الاردن صار في حراك ب6/1، بلش الحراك السنه الماضيه. بهمنا نعرف كلياتنا قديش لوين حيوصل الاردن، هل حيتوقف الحراك، هل حيصير شيء خلال السنه القادمه؟ بهمنا نعرف انه احنا بنكون في امان واستقرار. هلا شوفي احكي لك شغله رندا، بالنسبه ل 2012 هي من المفترض انها تكون سنه الاردن، يعني هي سنه مهمه جدا، سنه راح تكون بالنسبه للاردن سنه يعني مهمه ومفصليه، يعني راح يكون فيها شغلات كثيره وشغلات مهمه. 2012 راح تكون فيها شغلات ايجابيه للاردن، احنا او انا مثلا كثير بتوقع هيك شغله، بس مش من اولها، يعني اول 6 أشهر راح يضل هذا الحراك، راح يضل هذا الحكي، راح يضل هذا الكلام اللي طالع لازل، لكن تصفيه الحسابات انت خذيها على الاردن، انا بهمني الاردن هلا، لما انا انزل كتابي بالاردن انا مهمني من الاردن كتصفيه حسابات، يعني كل شيء او كل واحد عمل شيء غلط راح يبين، كل واحد شيء عمل صح راح يبين كمان، يعني كل شيء راح يبين بخلال 2012. فانا بالنسبه لي 2012 هي سنه الاردن لا يندعم اقتصادها وبنفس الوقت تطلع لقدام. وحتى في شغله هيك بسيطه للي بشجعوا رياضه كره القدم، شو رايك ديالا؟ احنا بنشجع كره القدم وبهمنا انه المنتخب الوطني يوصل لكاس العالم. شو انت بتقول انه راح يوصل؟ انا صراحه بتوقعاتي 2012 راح تكون سنه مهمه وسنه راح نفرح فيها، وكالعادة طبعا الشعب الأردني بيطلع بالشوارع عشان يفرح بوصول لكأس العالم، فأنا يعني متوقع وأنا يعني متمني إنه هذا الشيء يصير صراحة بال 2012. إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك يا عبود، والله حلوان. هلا هذا سياسيا للأردن، هلا ننتقل للعالم، هلا العالم شيء مهم بال 2012. هلا زحل طبعا كان ببرج العذراء، خلينا نرجع احنا نعمل زي ريفرس لورا، ندخل على 2008 و2009، 2008 و2009 كان و2010 كان زحل ببرج العذراء. فهلا زحل وعطارد لما كان ببرج العذراء، طبعا عطارد المسؤول عن الامور الاقتصاديه، عن الاتصالات، عن اي شيء مهم بالاقتصاد. احنا شفنا زحل اللي هو بيعمل بخرب وبرجع الامور لورا، شفنا انه كيف انهار الاقتصاد العالمي بال 2008 و2009 وبدايه 2010. فبعدين لما طلع زحل وراح لبرج الميزان بلشت تنطق، يعني ترجع الامور لوضعها الطبيعي بالاقتصاد، بس ايش تحولت؟ يعني انا كان بال 2011 عنوان كتابي التغييرات الايجابيه، هو كان في تغييرات ايجابيه، كثير من البلدان صار فيها تغييرات ايجابيه وللافضل. هلا ممكن مش حاسين العالم انها افضل هلا، يعني بمصر بليبيا بتونس، هلا حاسين انه في مفترق طرق، بس اي شيء فيه تغيير وفي مفترق طرق فيه صعوبه، لكن بعدها بيكون الافضل. فانا حكيت بال 2011 انه راح يصير في تغييرات كثيره لكن راح تكون للافضل ان شاء الله، بس ما حدا راح يحس انه راح يصير ايجابي الا بعد فتره. هلا 2012 بدايتها ما راح تكون غير عن 2011، بالعكس بس يعني نفس الشيء، راح يكون لسه في توتر، لسه في شعوب راح تطلع، في بلدان راح تكون اقل حظا، انا بحكي لك الجزائر، المغرب، في عندك يعني شو بالنسبه لسوريا؟
هلا سوريا وضعها شوي يعني مهم خلال هاي الفترة، بس تنحكي الرئيس بشار الأسد هو برج العذراء، فشوي محمي خلال السنة 2012. هلا بس في شهر مميز رح يكون، أو شهر رح يكون هو العقد الفاصلة اللي هو بين 2022 و2023، يعني شهر 2 و3 رح يكونوا شيء مهم بتاريخ سوريا، وبالمستقبل رح يكون عليه المصير رح توصل له. اوكي، فبالنسبة لسوريا بداية السنة رح تكون مهمة، رح يكون فيها شغلات إيجابية، يعني إيجابية للشعب السوري بالنتيجة. ما بعرف إيجابية أو سلبية لمين، لأنه أكيد إذا كانت إيجابية لحد معين رح تكون سلبية لحد تاني، فإيجابية لناس معينة وسلبية لناس معينة، بس بالنهاية رح تكون تغيير إيجابي. فأول 10 أشهر بال 2012 رح تكون بالنسبة للعالم هي تتابع لل 2011. لكن المهم عندنا إحنا إيش؟ شو مهم رندا؟ الأردن. حسيت زي الحكوات. لا. قعدنا بلف علينا. شو المهم عبود؟ المهم آخر 3 أشهر. هلا زحل لما يدخل على العقرب هون القصة. عشان هيك عم تسألني. عشان هيك العقرب كويس من شهر 10 مش يعني واحد عقربين بس مش مشكلة. بس أنا الوضع. فالزحل لما يدخل على العقرب هون في وضع مميز. بتعرفي آخر مرة دخل زحل على العقرب شو صار بالشرق الأوسط؟ براح زحل. قصدي الشرق الأوسط. لا هلا بالثمانين كان بين 80 و 82 بالشرق الاوسط صار في الحرب بين العراق وايران، والثانيه الحرب الاهليه بلبنان. الله يستر. هذا رح يصير بشهر 10. هلا مش رح يصير بشهر 10، بس انا بعمل لك لما دخل المره الماضيه وهيك. بس انا بحكي لك الهيستوري شو صار بالقبل، يعني انا بحكي لك بالثمانين 82 لما دخل زحل للعقرب شو صار. هلا انا قصدي انه السنه الجاي زحل رح يدخل على العقرب بشهر 10. هاي السنه كمان ساعة ونص. السنه الجاي كمان كم من ساعه. فال 2012 بشهر 10 رح يدخل زحل للعقرب. هلا لما نرجع ل 88 بنحكي لك انه في صارت حروب، والحروب صارت بين لبنان واسرائيل، ودخول اسرائيل على لبنان خلال 82، والحرب الاهليه، و 86 بين العراق وايران. ولما نرجع كمان 26 سنه لما كان قبل زحل بالعقرب كان الهجوم الثلاثي على مصر. فبالنسبه للشرق الاوسط وجود زحل بالعقرب شيء مش كثير مريح صراحه. بس احنا هلا ما رح يكون تاثير بال 2012 كثير كبير، لانه رح يجي باخر شهرين، فهذا شيء بالنسبه لنا يعني شوي خفيف. هي 2013 لما نيجي ان شاء الله الله يعيشنا لراس السنه الجايه رح تكون 2013 قصه. يعيشنا مو يعيشنا. يعيشنا. يعيشك يا عبود ان شاء الله يا رب. وانت عاده ما بتتفائل بالارقام الفرديه، يعني 2013 يعني بتتوقع يكون هلا سنه يعني. الكبيسه حلوه، سنة الكبيسة دائما فيها خير، فيها اقتصاد أكثر، فيها أمطار أكثر، فيها كثير شغلات أكثر بال 2012. أنا بفكر الكبيسة لا تدعو إلى التفاؤل. بالعكس الكبيسة دائما فيها شغلات إيجابية. من اسمها بنحسها إنه زي كبيسة. سلبية، سلبي الاسم. لا بس هي لا بالعكس هي المفروض تكون إيجابية، وهي إيجابية. يعني أنت لما تطلعي على سنوات 2008، 2004، 2000 بتلاقي إنها مريحة أكثر من الفردية اللي هي 2009، 2011، 2007، 2005. عرفت علي؟ خصوصا على الأردن مثلا. أنت لو تطلع 2005 التفجيرات، 2007 كان في اقتصاد متراجع، 2009 تراجع اكثر. الاردن شو برجه عبود؟ الجوزاء. الجوزاء. هلا السنه خلينا ننتقل هلا للابراج. نبلش بالابراج. يلا بدنا نبلش من الحمال. بايش بدك تبلش؟ لا بدنا نحكي هلا بشكل عام. بشكل عام وبعدين بدنا نستلم هون برج برج. شوف الكواكب كيف خلال السنه اللي راح تكون هلا. بدك تطلع على الساعه عبود في وراك سهره؟ لا لا بس بطلع على الساعه عشان اعرف قد ايه معي وقت. معك وقت للساعه 12. طب وين 12؟ وحده. هلا اول شيء بشكل عام مثلا انه الكوكب الرئيسي اللي احنا بنعتمد عليه اللي هو زحل. زحل متواجد ببرج العقرب حتى برج الميزان حتى 5/10. هلا راح يضل الاجواء نفس ما هي بال 2011 راح تضلها موجوده خلال اول 10 اشهر. هلا بعد هيك راح ينتقل زحل لبرج العقرب، اخر 3 أشهر راح تكون غير عن اول 10 اشهر، يعني تغير لاقل حظا بين اول 10 اشهر واخر 3 اشهر. هلا المشتري كمان راح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزاء ب 11/6، فهذا راح يعمل كمان تغيير بالاكثر حظا والاقل حظا. لكن بالمجمل خلال 2012 الاكثر حظا راح يكونوا الاسد. ياي جد؟ ك
كيفتي انت؟ ما توقع عنده حظوظ كثير الاسد. الاسد، العذراء، وكمان الجوزاء، هذول الثلاثه راح يكونوا بالمرتبه الاولى. المرتبه الثانيه الدلو والقوس. هي بتقول لي ما يسكت غششي بتقول لي انا فالدلو فيها واسطه هاي. فالدلو والقوس، هلا الدلو المفروض انها تكون سنه رائعه له، بس المشكله دخول زحل للعقرب بخمسة عشرة بيوتر الامور عند الدلو. اوكي، هلا خلينا نبلش هيك بالابراج واحد واحد، شو رايكم؟ يلا الحمل. الحمل يلا. هلا الحمل يعني كانت سنته 2011 سنه صعبه، خصوصا على الامور العاطفيه، على الزواج، الارتباط، الاحوال الاجتماعيه، كيف كانت الاوضاع عنده الاجتماع، يعني علاقاته مع الناس اللي حواليه كانت متوتره، يعني كثير من ولد الحمل ممكن طلقوا، تركوا، غيروا الحياه اللي هم فيها، طبعا الحياه الاجتماعيه اللي هم فيها، طلع عليهم اشاعات كثير، كان في عندهم ممكن اصدقاء وخسروهم خلال 2011، هذا الامور يعني بتكمل خلال 2012، ولكن اول 10 اشهر والمقصود فيهم مواليد 11 19 نيسان ابريل، يعني 11 19 4، الباقي خلصوا. بدنا نركز على الموضوع هذا، يعني مولود الحمل هو بيقول انه كل متوتر، لا مش الكل متوتر، بس 11 19 4. الباقي خلص، خلص الموضوع اللي عليه، صارت الاوضاع عنده افضل، فمولود الحمل بالنسبه له وجود المشتري باول 6 اشهر ببرج الثور بفيده ماليا، يعني هي سنه ماليه جيده لمولود الحمل. حلو. في عنده مصاري جيدتهم، اخر 6 اشهر المشتري بدعمه على ناحيه السفر، على ناحيه الدراسه، على ناحيه العمل، ممكن يكون في عنده فرص كثير منيحه، فما يفكر انه الحمل هي سنه صعبه، لكن احنا بنحكي ممكن لوجود زحل ببرج الميزان بيت العاطفه ممكن يوتر اموره العاطفيه واموره ايش الاجتماعيه. بس يديروا بالهم المشاهدين انه اوكي انا بتوتر اموري العاطفيه واموري الاجتماعيه وبخسر اصدقاء وبخسر الشخص اللي انا معاه، بس زحل بيقيم الشخص اللي مش لازم. يعني زي ما قلت لك اليوم الصبح مزبوط انه زي المعلم زي شرط السير، انه في اذا بيوقف دبل او بيوقف بمكان ممنوع بخالفه وبزيحه، فهيك زحل بيجي بيقيم كل شيء مش لازم يكون بحياتك. فهذا الحمل، فالحمل هي سنة أنا سميتها بكتابي هي سنة إيش؟ نجاح عملي وفشل عاطفي آخر. هاي للحمل. فالعواطف ينسوها مولود الحمل بال 2012، يأجلوها ل 2013، هلا فرح رح تزعل بدني صراحة. بس الأشياء المنيحة أنت قلت عندهم دعم مادي. دعم مادي، دعم حتى دراسي، سفر، إذا بدهم هجرة، معاملة. فراح بتقول لي شحال جوا شكلي. فخلال 2012 رح يكون في عندهم شغلات ايجابيه، بس بنفس الوقت في شغلات سلبيه، هاي الحلو بال 2012 انه فيها شغلات سلبيه وايجابيه لكل برج. اها شو رايك؟ هذا كثير منيح. يلا نمشي التور. هلا احنا كنا قلنا الاكثر حظا بس ما حكينا عن التور. التور يعد من الاكثر حظا خلال 2012. يا الله. لولا زحل. لولا زحل. هلا 2012 في كثير شغلات للتور منيحه. يعني اول 6 اشهر المشتري عنده، يعني خصوصا مواليد شهر ايام، مواليد شهر 5 راح يكون في عنده فرص عمليه مهمه، في عندهم شغلات ايجابيه، احداث لصالحهم، كل شيء قاعد بدعمهم التور. فاول 6 اشهر لإلهم يستغلوها، مش راح تجيهم هاي الفرص الا بعد تقريبا 12 سنه راح يكون في عندهم يعني هالفرص المهمه. باخر 6 اشهر المشتري راح ينتقل لوين؟ للجوزاء، للبيت المال، فهذا راح يدعم مولود التور ماليا. يا شو انا سميتها سنه زرع وحصاد للتور. فهي ايجابيه لمولود التور، لكن المشكله عند مولود التور خلال 2012 اللي هو عاطفيا سنه رائعه من الزرع والحصاد. اها بس عاطفيا هادي خلال اول 9 اشهر ما في اي مشاكل، لكن دخول زحل للعقرب بشهر 10 ممكن يخلي مولود التور يعاني من بعض المشاكل العاطفيه والاجتماعيه، يعني اخر 3 اشهر راح يمتحن التور بعلاقاته العاطفيه، ممكن هالعلاقات تكون نهايتها مش لصالحه، وخصوصا مواليد، طبعا احنا ما بندمج كل مواليد التور لانه بس مواليد 20 ل 26 4 هم راح يتاثروا بهالاجواء السيئه من الامور العاطفيه والامور الاجتماعيه. طيب بدي استوقفك عبود، بدي احكي لوالدي، هو من مواليد برج الثور، كل سنه هو سالم، هو هلا بالسعوديه، يعني انت فقلته لازم يعطينا نسبه معناته. طيب بعد التور الجوزاء. الجوزاء. انت ما حد عندك رندا لا جوزاء ولا تور؟ ابني تور. تور ابني برج التور. الجوزاء سنه الحظ المطلق. سنه الحظ المطلق طبعا هاي
سنة الحظ المطلق يعني ما بدك تسمعه صراحة. الجوزاء. في حدا بيحكي لي جدي فوق. خليه شوية. الجوزاء. الجوزاء. هلا الجوزاء هي سنة كثير مهمة، يعني كل 12 سنة رح تيجي للجوزاء. إنه سنة مهمة كهاي السنة اللي إحنا هلا رح ندخل عليها 2012. المشتري رح يدخل للجوزاء ب 11/6. آخر 6 أشهر رح تكون خرافية لمولد الجوزاء. آخر 6 أشهر. هلا مش خرافية، هلا مش كل مواليد الجوزاء إذا كانوا بالأردن 50,000 كل 50,000 رح يكونوا حياة سعيدة. عرفت علي؟ فبالنسبة للجوزاء هي سنة رائعة، فيها كثير حظوظ، فيها كثير شغلات إيجابية. و 2012 رح تكون هي داعمة لمولود برج الجوزاء بالشغل، أهم شيء بالشغل، فرص مهمة، تغييرات لمولود الجوزاء. إلك مولود الجوزاء رح تكون كثير تغييرات مهمة. والإشي الإيجابي لمولود الجوزاء كمان، الزهرة رح يقعد ببرج الجوزاء، هذا إشي ما بيصير كل سنة 4 أشهر. الزهرة بالعادة تقعد 3 أشهر بالبرج، رح تقعد ببرج الجوزاء 4 أشهر بال 2012. شو بيجيب معه؟ 4/4 ل 7/8، هاي بيجيب الزواج، الارتباط، الجاذبية الخاصة، المصاري. يعني مولود الجوزاء إذا بطلع من 2012 فاضي، يعني بنرفع ايدنا عنه. هوبليس كيس. فاضي عاطفيا. كانت تغششني. عاطفيا اذا ما زبط حرام. هو مش عاطفيا بس، عاطفيا، عمليا، ماليا، كله خلال 2012 مولود الجوزاء يعد من الاكثر حظا. اوكي، يعني لازم، يعني فيش شيء ضده، حتى زحل واقف معاه بال 2012 واقف معاه. اوكي، فاذا بده يعمل اي شيء لازم يعمله 2012، اذا ما عمله يعني لا ان شاء الله يركن على جنب. فلازم مولود الجوزاء خلال 2012 يعمل شغلات كثيره، فالكل شيء في دعم له من الفلك. هلا السرطان، ما شوفينا ايش مسمين السرطان. السرطان اجتماعي جدا ويحب الكلام. لا لا لا، فوق عنوان السنه، عنوان الصفحه اللي بعدها، عنوان السنه قبلها. بعدها ايوه هون عنوان السنه، محاوله الخروج من الحفره. السرطان. سرطان. هلا السرطان يعد، يعني انا واكتب السرطان حاولت اكون دبلوماسي قدر الامكان بمولود السرطان، لانه السرطان خلال السنه 2012 سنه شوي صعبه بالنسبه له. هلا فيش شيء داعم له، حتى المشتري بحاول الاقي المشتري الجوزاء الشغلات انه اقدر اسايله لمولود السرطان، مش قاعد مولود السرطان قاعد في شيء ايجابي له. هلا على كل ان فيش شيء سلبي كثير، بس بنفس الوقت ما في شيء يتغير، يعني شغل مولود السرطان هادي رايق، هدوء عنده على ناحيه الشغل، ما في هالفرص المهمه. ماليا الوضع عادي رايق، لكن بالنسبه للوضع الصحي والعائلي هذا المهم عند مولود السرطان. بده يهتم مولود السرطان بصحته، بعائلته، خصوصا خلال اول 10 أشهر راح يكون في عنده وضع صحي شوي صعب، خصوصا مواليد 12-22 تموز، بس هدول بنحكي عنهم، الباقي تريحوا، يعني كانوا بقبل بفتره صعبه. هلا يعني هي الحفره اللي قصدت فيها هي المرض؟ يعني هي المرض، لا المرض والصحه، يعني مولود السرطان ما كان براحه خلال السنتين الماضيين، يعني كان في عنده تراجع كثير كبير بكافه الاتجاهات، يعني 2011 كانت سنه صعبه للسرطان. فكانت لمولود السرطان شوي صعبه، فيها تراجع، 2012 رح تكون افضل، لانه اخر 3 أشهر رح يصير زحل يعني داعم لمولود السرطان، باخر 3 أشهر رح يصير في دعم، في حظوظ، في شغلات ايجابيه اكثر. بس بنفس الوقت بدنا نقول لمولود برج السرطان انه يدير باله على وضعه الصحي والعائلي خلال هاي السنه. وكمان بدي اقول لمولود السرطان اذا بده يخطب او يتجوز او يدخل بعلاقه عاطفيه، في فرصه عنده من 7/8 ل 3/9، هاي فرصه كثير مهمه. هلا الاسد بال 2012 هي سنه كثير منيحه، سنه كمان راح تكون في نجاح عملي اخر لمولود برج الاسد، يعني في فرص ثانيه، يعني في تغييرات كمان موجوده، خصوصا لمواليد شهر اب، يعني مواليد شهر اب راح يكون في عندهم شغلات كثير مهمه خلال 6 أشهر الاولى. المشتري بالتور ببيت العمل بدعم مولود الاسد وبخلي الاوضاع عنده كثير مهمه وجيده، وفرص ذهبيه ما بتتغير، يعني ما بتنعاد دائما. فبالنسبه لمولود الاسد خلال اول 6 أشهر راح تكون جيده، في عنده امور كثير منيحه، باخر 6 أشهر اوضاع جيده ماليا، اجتماعيا، وعاطفيا. ممتاز. للي ما عنده عاطفه، للي بده يدور لارتباط، ممكن يكون في عنده ارتباط بين شهر 9 و10. فبالنسبة لمولود الأسد سنة جيدة، يعتبر من أكثر حظا خلال 2012. ما في إشي بيضايقه غير شغلة واحدة، شو هو؟ زحل.
ايش بعمل لي هلا؟ زحل راح يدخل لبرج العقرب بخمسة عشرة. شو راح يضايق الاسد فيها؟ صحة. لا فمولود الاسد الشور. خلال اخر 3 اشهر بده يدير باله على صحته كثير منيح. اخر 3 اشهر من السنة من 10 و11 و12 هذول 3 اشهر لازم يدير باله. وين تحديدا؟ في مناطق معينة بحكي في مناطق معينة. لا هلا هو دائما مولود الاسد مهم له انه يدير باله على المناطق المهمة له اللي هي القلب، الشرايين، مكونات الدم. هذول الشغلات المهمة عند مولود برج الاسد ليهتم فيها. لكن لما يدخل زحل بخليه يهتم بشغلات ثانية ما كانت بالحسبان، ممكن يطلع له شغلات مش موجودة، مشاكل يعني راح يكون. هلا ما بدنا نخوف مواليد الاسد، نضلنا نركز على المشاكل والصحه. بس بنقول له انه يدير باله باخر 3 اشهر، انه يدير باله على صحته وامور العائليه، لانه الامور العائليه والصحيه راح تهمه خلال اخر 3 اشهر. لكن بشكل عام مواليد الاسد خلال 2012 راح يكون جيد باعماله، بماله، باموره العاطفيه، ممكن يكون في فرص خصوصا اول اسبوعين، يعني في عنده جاذبيه خاصه وفي عنده احوال جيده خلال اول اسبوعين وكمان بشهر 9 وبدايه 10 ان شاء الله. العذراء ندخل على العذراء. تألق وإبداع. تألق وإبداع. هذا مولود العذراء حقه أنه يكون عنده سنة جيدة. لأنه يعني مولود العذراء له من زمان بيعاني من مشاكل، كان من زحل بعدين انتقل للمادة وبطل في عنده مادة مصاري يعني. هلأ 2012 هتكون جيدة له ماديا، في عنده فرص كتير مهمة لأنه يكسب مصاري، وبنفس الوقت في عنده لسه مصاريف. لكن أهم شيء عن مولود برج العذراء بال 2012 الشغل، راح يكون في عنده فرص كثير مهمة بالشغل راح يوصل فيها، راح تنفتح له أبواب ما حلم مولود العذراء إنه تنفتح له. فمن شهر 6 لشهر 12 مولود العذراء بده يركز ياخذ الفرص، ما يقول لا لأي شيء بيجي، لأنه النتيجة راح تكون لصالحه. الأمور العاطفية ما بظن إنه في وضع عاطفي راح ينبلش فيه مولود العذراء، يعني الأمور العاطفية مش من اهتمامه، ممكن يكون في عنده علاقات هيك يعني مرة مرور الكرام، لكن مش إشي مهم. لكن التركيز رح يكون مولود العذراء عنده على الأمور العملية. المالية رح تتحسن بشكل كبير بعد شهر 10 بعد ما يطلع زحل من برجه ويروح لبرج العقرب، فالوضع بيصير أفضل لعنده. الميزان. هلا الميزان أنت معنونه بالكتاب عيون تترقب تشرين الأول أكتوبر. عيون تترقب تشرين الأول لأن زحل بيطلع بتشرين الأول، بيطلع من عنده. فمولود الميزان بيستنى تشرين الأول أكتوبر ليطلع من المشاكل اللي هو فيها. هلأ السنة مولود 12-22 تشرين الأول أكتوبر هم اللي تحت الضغط، هم اللي ممكن لساتهم بيعانوا من زحل، من بعض المشاكل، بدي يتبالهم بشغلهم، بقراراتهم العاطفية، بأي شيء. وبعد شهر 10 بينتقل اهتمام مولود الميزان للوضع المادي، لانه زحل بيدخل على الوضع المادي ففيش مصاري وقتها بيصير باخر 3 اشهر. لكن بالنسبه له في على الوضع الدراسي راح يكون جيد خلال 2012. الوضع العاطفي ممكن يكون في فرص صغيره خلال 2012، ممكن اولها بشهر 3 وثانيها بشهر 11، لكن مش الفرص اللي نحكي انها كثير مهمه، لكن ماشي حالها. بس بده يحاول مولود الميزان انه يعبر هالسنه بدون اي مشاكل، بدون اي عثرات، بدون اي تراجع، خصوصا مواليد العشيه الثالثه اللي هم مواليد 12-22 تشرين الاول اكتوبر. هلا العقرب. هلا العقرب. العقرب رندا ورندا وديالا. رندا لا انت مو عقرب. جدي انت جدي. انا وديالا. رندا وديالا. عقرب بقول لك مش عقرب، عقارب. عقارب ماشي. طيب لا انتم مش عقارب على فكره ابدا ابدا. العقارب بيحكوا عنهم الفين بس انتم كثير بس شو العنوان عشان هيك مغري العنوان دائما العقرب. شو العنوان؟ هدوء ما قبل العاصفه. ما هي في عاصفه باخر 3 اشهر ليه؟ اي قر الموضوع لطيف. هلا مولود العقرب الحلو عنده انه سنه رائعه جدا، هادي كثير وما فيها اي شيء جديد صراحه. يعني يا فرحتي ماشي. يا فرحتي. لا في تغيير بإشي. لا لا في تغيير بشيء معين هلا بحكي لك اياه. بالشغل والمصاري الوضع عادي، هي الوضع رايق. لكن التغيير عند العقرب الامور العاطفيه، يعني الوضع العاطفي عند مولود العقرب بيكون ممتاز بأول 6 اشهر. كثير من مواليد العقرب خصوصا مواليد شهر تشرين الثاني نوفمبر اللي انتم تنتين عندهم علاقه. لا مش انت تنتين. لا لا والله انا اول جديد. والله ما بتعرف انت الوحده. لا لا هلا لا مش هيك. هلا هو انه لكل مواليد العقرب مفروض يستغلوا السنه بالارتباط، خصوصا مواليد شهر 11 لازم يستغلوها بالارتباط، لازم يكون عندهم علاقه جديده. لازم
مش زواج، على الاقل خطبه. أيوة. يمشوا حالهم خطبة، لأنه إذا ما استغلوها بدهم يستنوا لسنة عجبتها يمشوا حالهم خطبة. لأنه السنة الجاية رح تكون كثير بالنسبة لهم مش مساعدة للأمور العاطفية، ف 2011 استغلوها الوضع العاطفي. لكن بعد ما زحل يدخل بعد ما يدخل تتراجع، يعني أكيد من 2012 ل 2015 زحل بالعقرب، فبدير بال مولود العقرب على كل أموره بآخر ثلاث أشهر، صحة، شغل، عاطفة، كل شيء. لكن مش كلهم السنة هاي، بس مواليد 23 ل 27 10. طيب نفدنا نفدتوا انت لسه. هدول اصعب شيء رح تكون عليهم، اصعب شيء لك، بس اكيد الباقي فيه تاثيرات، بس مش هال يعني هالقوه يعني رح تكون. يلا القوس. طيب انا بدي احكي عنوان القوس، وانا كثير مبسوطه انه رح احكيه، من نجاح الى زواج. ليش مبسوطه؟ طيب نجوز كل سنه احنا عاملين زي التارجت هدف برؤيه جمعيه الماضيه، بدنا نجوز حد، فالسنة جوزنا 2011 دانا، هلا بدنا نجوز مايس 2012. احنا الثلاثه يعني عبود وضل عبود مين. طيب القوس، هلا بالنسبه لمولود القوس، بالنسبه له سنه جيده، هو الاكثر حظا في 2012، يعني زحل ما بيضايقه باي شيء. اول 6 اشهر راح يكون جيد للي إلهم، يعني هلا 2011 كان جيد لإلك، ممتازه للشغل. الحمد لله. ف 2012 حتكمل اول 6 اشهر منيحه للشغل، يعني في لسه فرص عند مواليد شهر كانون اول ديسمبر انه ياخذوا شغل جديد. اللي عنده مصلحه خاصه ممكن يدخلوا بشركات جديده، يكبروا شركاتهم خلال اول 6 اشهر. باخر 6 اشهر راح يكون التركيز وين؟ وين؟ على الامور العاطفيه، دخول خلى بالجد المشتري اول شيء على للجوزاء بيت العاطفه، بعطي الحظوظ لمولود القوس انه يدخل بعلاقه عاطفيه وزواج، وكمان دخوله ب 4/4 الزهره لبرج الجوزاء، يعني معك من 4/4، مش معك انت، مع كل مواليد القوس. اكتبي سجلي من 4/4 لنهايه السنه. كمان مولود القوس بده يستغل الزواج، الارتباط، العلاقات العاطفيه. هاي السنه راح تكون مميزه عاطفيا، اجتماعيا، شعبيته راح تكون عاليه، في اصحاب كثير راح يدخل لحياتك واصدقاء، يعني سنه جيده بالمجمل لمولود برج القوس. ان شاء الله. يلا الجدي 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 العنوان سلبي شوي، فحاولي هيك سكر الدنيا. شو حاطط تراجع مهني اخر؟ لا ركزي عليه. ايش تراجع مهني اخر؟ تراجع مهني اخر. هلا انت كان عندك تقدم مهني بال 2011، هلا صار بده يصير تراجع. لا 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 مش لكلهم، حسدنا. لا لا بس 2011 2011 كانت شوي صعبه مولد الجدي بالنسبه للشغل. 2012 باول 10 اشهر لسه زحل بالميزان ببيت العمل، فهذا بيراجع او بيرجع مولود الميزان مولود الجدي لورا بالنسبه لاعماله. فلازم انتبه مواليد 11 ل 19 او 11 ل 20 كانون الثاني يناير على امورهم العمليه. هلا القبل مرقوا بهالفترات الصعبه، لكن بعد هيك راح يكون في احسن. بعد 15 الامور راح تتحسن عند مولود الجدي. انا العكس، يعني ب 15 ببلش يتحسن، بصير يتحسن عند الكل. امور عاطفيه ما في شيء جديد، اذا دخلوا بعلاقه عاطفيه بضل بال 2012 نفس العلاقه، ما دخلوا بضلهم سنجل، يعني فيش شيء جديد. الامور الماديه عاديه عند مولود الجدي، ما في شيء مهم، لكن الامور الصحيه كثير مهمه مولود الجدي انه يهتم فيها خلال هاي السنه، ويدير باله على القولون، المعده والركب، هذول اهم شغلات يدير باله عليهم. الدلو. هلا الدلو اضواء الشهره. اضواء الشهره حلو. انا امي وابوي دلو. ايه؟ تنين مع بعض وبنفس اليوم عيد ميلادهم. عن جد؟ سنه اثنين. والله. تنين مع بنفس اليوم. حلو. هلا الدلو هي سنه كثير حلوه صراحه. اضواء الشهره. هي سنه كثير داعمه لإله بالنسبه للاعمال، بالنسبه لحياته، لتفاؤله، للحياه اللي حواليه راح تكون جيده. 2012 راح تكون سنه داعمه للدلو بكل الاتجاهات، حتى عاطفيا ممكن يدخل بعلاقات عاطفيه، لكن مش علاقات جديه تنحكي. عرفتي؟ لا انت فكرت بشغلات. فال 2012 راح تكون بالنسبه للدلو سنه جيده، الا من شغله واحده اللي هي زحل لما يدخل لبرج العقرب بخمسة 10 راح يعمل شوي توتر عملي لمواليد برج الدلو، وبس لمواليد 20 ل 26 1، يعني هذول المواليد راح يرجعهم زحل شوي لورا بالنسبه للاعمال، فلازم يدير بالهم بس على شغلهم ويحاول انه ما يعطي قرارات مهمه. لكن بالنسبه للامور العاطفيه مولود الدلو عنده فرصتين للعاطفه اللي هم من 1 ل 14/1 ليدخل بعلاقه عاطفيه، والفرصه الثانيه اللي هي راح تكون من 3/9 ل 2/10، هاي فرصه ثانيه ليدخلوا بعلاقه عاطفيه. اوكي. الحوت. آخر برج الحوت. الحوت رائد. بدك نستعجل بالحوت؟
طلوع ونزول. طلوع ونزول بالنسبة للحوت. بدنا نحكي لرائد يعطيك العافية. يعطيك العافية رائد. عم بحكي معكم رائد. اليوم منيح على فكرة للحوت الوضع رائد. فلا تخاف الأجواء جيدة. هلا بالنسبة للحوت في عنده شغلات كتير إيجابية وبنفس الوقت في عنده شغلات سلبية. يعني كل شهر بيختلف عن تاني. هو الحوت اللي حيرني. كل دقيقة. مش كل شهر. كل دقيقة. يعني الحوت هو اللي غلبني صراحة بالكتابة لأنه في كل شهر في اختلاف. في كل شهر تفاصيل زيادة. بس أهم شيء إنه في تقدم عملي يعني مولود الحوت خصوصا خلال 6 أشهر الأولى. في عنده شغلات إيجابية بالشغل. ممكن هالشغل يودي فيه لبرا البلد. بعيد عن أهله. وبال6 أشهر الأخيرة بيكون عنده إيش تغيير مسكن. شراء مسكن جديد. ممكن في أمور عائلية مهمة يهتم فيها مولود الحوت. وبقول لمولود الحوت إنه بالنسبة لزحل بالعقرب بآخر 3 أشهر راح يكون داعم لإلك. وأمور جيدة راح تستناك يا مولود الحوت. لكن بدك تركز على أمورك العاطفية راح تكون شوية طالعة نازلة. والعائلة حاول إنك ما تعطي قرارات فيها تكون لضدك لأن الحظ مش معك. يعطيك العافية. احنا حكينا بشكل مختصر يعني. اشرب ماي اشرب ماي. لا لا عادي وضع على ممتاز. يعطيك العافية عبود. عبود اليوم متألق جدا. البدلة كثير حلوة. تقصيده رائع. نفسي هيك حدا يصورنا مع عبود. كل عام وانت بألف خير عبود. كل عام عبود وين رايح؟ تسهر مع اصحابك ال20؟ هي مركزة على الرقم 20. طيب اذا بنشكرك عبود مره ثانيه ونتمنى لك سنه جديده كلها تفاؤل وحب وعطاء وطموح. وانا ما بدي ارد عليك على البرج اللي انت حكيته انه برج الجدي بده يكون متراجع مهنيا. لا بالعكس انا حثبت لك انه العكس هذا الحكي راح يصير ان شاء الله. على اي حال هي توقعات بالنهايه بتكون اكيد. واكيد نتمنى للناس انها ما يعني ما تاخذ الامور بشكل جدي بس انه يعني ياخذوا حرصهم من بعض الشغلات. صح؟ مزبوط. يعطيك العافية.